السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ برحب بيكم في لقاء جديد، وان شاء الله هتكلم النهارده عن ريفلكس مهم في النيوروفيسيولوجي والسبيشال سينسز، وهو لايت ريفلكس. وده من الريفلكسز اللي لها اهميه كبيره جدا في الحاله الاكلينيكيه، وان شاء الله له تطبيقات مهمه جدا في علم الاوفثالمولوجي ان شاء الله في السنين القادمه. لايت ريفلكس هو عباره عن ريفلكس بيحصل فيه pupillary constriction in both eyes when one eye is exposed to light. يعني ببساطة بنيجي على العين ونركز عليها مصدر ضوء. بص يا شباب، انا بركز مصدر الضوء على one pupil. الطبيعي او اللي نتوقعه ان يحصل فيها pupillary constriction. طيب، مش بيحصل pupillary constriction بس في الاي اللي تعرضت للضوء، ده كمان بيحصل في الاذر اي. يبقى اذا هو عباره عن ريفلكس بيوبيلاري كونستريكشن ان بوث ايز وين ذا بيوبل اوف وان اي از اكسبوز تو لايت. البيوبيلاري كونستريكشن اللي بيحصل في العين اللي تعرضت للضوء نقول عليه دايركت لايت ريفلكس، واللي بيحصل في العين الثانيه نقول عليه اندايركت او كونسنشوال light reflex. يا ترى ده بيحصل ازاي؟ ازاي بعرض العين الواحدة للضوء يحصل فيها pupillary constriction ويحصل كمان constriction في العين التانية؟ ويا ترى ايه اهم الكلينيكال ابليكيشنز اللي احنا هنستفيد بيها في تشخيص الحالات من فهمنا لللايت reflex؟ تعالوا معايا دلوقتي نشوف الاول الباثوي اوف لايت reflex، لان هو ده اللي هيفهمنا الحاجات دي كلها. نبص كده يا شباب، عندنا دي وليكن الرايت اي، وعندنا ده الليفت اي، وده الميدل لاين، وعندنا ده الميد برين، ده الميد برين. طبعا الرسمه دياجراماتيك عشان توضح بس الافكار البسيطه بتاعه الفسيولوجي. عندنا هنا النواه دي اسمها بريتكتال نيوكليس، طبعا منها يمين وشمال، ودي اسمها ادنجر ويستفال نيوكليس اللي هي النيوكليس اوف ذا ثيرد كرينيال نيرف اللي هو الاوكيولوموتور اللي بيغذي الكونستريكتور بابيلي والسيلياري ماسل كاوتونوميك استراكشرز. بعد كده عندنا هنا ده اللاترال جينيكوليت بادي، طبعا ده يا جماعه ده جزء من الثالاموس اللي بيحصل فيه ريلي للفيجوال فايبرز، واللي فيه بعد ما يحصل لها ريلي بتعمل حاجه اسمها اوبتيك راديشن وتنتهي على الفيجوال كورتكس، طبعا باماكنها زي ما احنا عارفين برايمر اريا 17 ثم 18 و19. يا ترى القصه بتحصل ازاي؟ لازم نفهمها ببساطه. تعرضت او تخيل ان العين دي تعرضت للضوء يا جماعه، احنا عرضنا العين اليمين، ده الرايت وده الليفت. عرضنا العين اليمين للضوء، عرضناها لسورس اوف لايت، مصدر للضوء. طبعا الضوء هيعدي من الريفراكتيف ميديا اوف ذا اي زي ما احنا عارفين ويصل الى الريتنا، وبعد كده الفايبر تخرج من الاوبتيك نيرف، تخرج من الاوبتيك نيرف او تكون لك الاوبتيك نيرف، طبعا الاكزون بتاعه الجانجليون سيل زي ما احنا عارفين في النظر. طيب بعد كده اتكون عندك ده الاوبتيك نيرف يا جماعه، الحته الصغننه دي اللي هي الاوبتيك نيرف. بعد كده بتتكون الاوبتيك كيازما. الاوبتيك كيازما دي بتتكون ازاي؟ انت عندك ده النوز، ده الناحيه دي نقول عليها نيزل، والناحيه دي تمبر. النيزل فايبرز بتاعه الاوبتيك نيرف بتعمل كروسنج للاوبزيت سايد، وتبدل مع النيزل فايبر اوف ذا اوبوزيت سايد، والاثنين بقى يا جماعه يتجمعوا مع بعض، يبقى كده اتكون عندك بقى ايه؟ تراكت. التراكت ده عباره عن التيمبورال فايبرز، الحته دي يا جماعه او الجنب ده اسمه تيمبورال، يعني دي طبعا الريتنا، ده تيمبورال بارت اوف ذا ريتنا، ده النيزل بارت. يبقى دلوقتي التيمبورال فايبرز بتكمل في اتجاهها عادي ما بتعملش كروسنج، وبعد كده النيزل بتبدل مع النيزل بتاع الاوبوزيت سايد، طبعا الكروسنج ده اللي هو منطقه الاوبتيك كيازما. وبعد كده اتكون عندنا بقى هنا حاجه اسمها اوبتيك تراكت. الاوبتيك تراكت ده ناتج عن اتحاد النيزل فايبرز بتاعت الاوبزيت سايد مع التمبرال فايبر اوف ذا سيم سايد. والمفروض لو كملنا كده يا جماعه بنعمل ريلي في اللاترال جينيكليت بادي. انا بكمل لك دلوقتي ده الفيجوال باث واي، وبعد ما الفايبر بتعمل ريلي في اللاترال جينيكليت بادي بتكمل تروح للسيريبرال كورتكس. كده يا شباب ده اسمه فيجوال باثوي. لكن الفايبرز بتاعت اللايت ريفلكس بتسيب الاوبتيك تراكت قبل ما نوصل
لللاترال جينيكليت بادي. الفايبرز يا جماعه بتسيب الايه تراكت قبل ما نوصل لللاترال جينيكليت بادي وتنتهي على، شوف كده، تنتهي على البريتكتال نيوكليس اوف ذا ميدبرين. يبقى الفايبرز بتاعت اللاترال ريفلكس ما تكملش الفيجوال باسوي للاخر وتنتهي على البريتكتال نيوكليس. بعد كده الاكزون اوف بريتكتال نيوكليس بينتهي على الادنجر وستيفال نيوكليس على الناحيتين. خلي بالك كده حصل كروسنج مرتين، مره على مستوى الاوبتيك كيازما والمره الثانيه على مستوى البريتكتال نيوكليس. الاكزون بقى دلوقتي الاكزون بتاع البريتكتال نيوكليس بتاع الادنجر وستيفال على الناحيتين. بعد كده يا جماعه الاكزون بقى بتاع الادنجر وستيفال نيوكليس تعمل لك الاوكيلوموتور نيرف على الناحيتين. بعد كده يعمل ريلي على الناحيتين في السيلياري جانجليا، دي اسمها سيلياري جانجليا وطبعا زيها الناحية التانية. وبعد ما يعمل ريلي في السيلياري جانجليا على الناحيتين يكمل طريقه بقى يا جماعة يروح لمين؟ للبيوبيلاري كونستريكتور ماسل علشان يعمل لي بيوبيلاري كونستريكشن. يبقى الباسوي بتاعنا باسوي بسيط خالص يا جماعة اهوت، وده اتجاه الفايبر. ما تنساش ان الفايبر بتاعت اللايت ريفلكس ثابت التراكت قبل اللاترال جينيكليت بادي وانتهت على البريتكتال. البريتكتال وزعت على الادنجر وستفال على الناحيتين، من الناحيتين طلع الاوكيولوموتور نيرف، اوكيولوموتور اللي هو العصب الثالث على الناحيتين، وعمل ريلي في السيلير جانجلي، وبعد كده وصل بيبولي كونسكتور عمل بيبولي ريكونسكتور. طبعا الاستيملس على ناحيه واحده بس الريسبونس على ناحيتين. ليه؟ ده ببساطه لان حصل عندي كروسنج مرتين، مره على مستوى الاوبتيك كيازما والمره الثانيه على مستوى البريتكتال نيوكليس. في عندنا بقى نقطه مهمه في اللايت ريفلكس، النقطه دي يا شباب اللي هي يعني ايه هو الكلينيكال سيجنيفيكانس وايه هو الفيسيولوجيكال سيجنيفيكانس بتاع اللايت ريفلكس. فيسيولوجيكال سيجنيفيكانس كالعاده زي ما تعودنا بيبقى بروتكتيف، بيحمي العين من الاكسس لايت، يعني لما نتعرض للضوء القوي البيوبل كونستراكت سوبريفنت اكسس لايت فروم انترنج ذا اي اند دامجنج ذا ريتينا. الكلينيكال سيجنيفيكانس في غايه الاهميه. طيب ده بنستفيد منه ايه يا شباب؟ بنستفيد منه في تشخيص حالات مرضيه كتيره. يا ترى زي ايه؟ نشوف بقى احنا ممكن نستفيد في ايه. بص يا سيدي، لو انت عندك عيان عنده ليجن في الاوبتيك نيرف، تمام، ده الاوبتيك نيرف بتاع العين اليمين، ازاي ده ممكن تشخصه باللايت ريفلكس؟ ايه التغييرات اللي هتحصل في اللايت ريفلكس؟ طبعا لما يحصل عندك ليجن في الاوبتيك نيرف، لو انت عرضت العين للضوء العين بقت بلايند، مش هيحصل فيها لايت، لا هي هيحصل فيها لايت لا دايركت ولا اندايركت. بس عايز اقول لك حاجه مهمه قوي، ان لو العين السليمه اتعرضت للضوء البلايند اي دي هيحصل فيها بيوبيلاري كونستريكشن، بس لما تعرض الثانيه للضوء مش تعرض دي، لكن انت لما تعرض العين دي العين بقت بلايند لن تستجيب للضوء على الاطلاق. لو عندك ليجن في ال اوبتيك تراكت يبقى لازم تاخد بالك تحدد يا ترى قبل خروج الفايبر ولا بعد خروج الفايبر. طبعا لو بعد خروج الفايبر لن تؤثر على اللايت ريفلكس زي هنا كده، لان بيكون الفايبر طلعت خلاص عدت. لكن لو قبل خروج الفايبر هيبقى عندك ديفكت، لان كده انت قطعت النزل فايبرز بتاعه العين دي والتمبرال فايبر بتاعه العين دي والنزل بتاع العين الثانيه، فيبقى عندك مشاكل كتيره في اللايت ريفلكس. في عندنا حاجه برضو مهمه يا جماعه اسمها ارجايل روبرتسون بيوبل، والارجايل روبرتسون بيوبل دي بيبقى فيها لوست لايت ريفلكس وانتكت اكوموديشن ريفلكس. الاكوموديشن ريفلكس اللي بيحصل فيه بيوبيلاري كونستريكشن وبيحصل فيه ابروكسيميشن ميديال كونفرجنس في البوس ايز وفيلو كونستراكشن، وبيحصل فيه كمان انكريز كونفكسيتي اوف ذا اي، بكل الحاجات بتاعته دي بيحصل عادي خالص، بس اللايت ريفلكس مش موجود. لوست لايت انتكت اكوموديشن ريفلكس. طيب يا ترى بتحصل ليه الارجايل ريبرسون بيوبل ده؟ ده عباره عن ديزيز بيبقى ناتج عن اي امراض تدمر لك البريتكتال نيوكليس او تدمر التيكتو نيوكليار تراكت. اشهر الامراض اللي بتعمل كده يا جماعه مرض اسمه سيفلس ومرض اسمه سيرينجو مايليا، بيدمروا البريتكتال نيوكليس والتيكتو نيوكليار تراكت. طبعا لما يدمروا الاثنين دول يبقى كده عمل انترابشن للباسوي بتاع اللايت ريفلكس، وده يؤدي الى لوست لايت ريفلكس. لكن الباسوي بتاع الاكوموديشن ريفلكس بعيد عن المنطقه المصابه دي فيبقى سليم، فتيجي تعمل على العيان الاختبارات تلاقي اللايت ريفلكس موجود مفقود والاكوموديشن ريفلكس موجود، فنقول على الحاله دي
الرايل روبرتسون بيوبل. طيب متبقي دلوقتي ازاي نعمل الاختبار. هنعمل الاختبار يا جماعه لازم هتعرض عين واحده للضوء والعين التانية ما تشوفش الضوء وتبقى واقف قدام الشخص علشان تشوف البيبليا كونستريكشن في الاثنين اللي تعرضت ولا ما تعرضتش. طب يا ترى ازاي هعرض الضوء كده واحده تشوف؟ لازم تعمل حاجز بقى، ممكن تعمل حاجز بايدك او بكراسه او باي حاجه وتيجي بالضوء من بعيد من بعيد وبعد كده تسلط الضوء على وان اي وانت قدام العيان تشوف بقى البيوب اللي اتسلط عليها الضوء دي حصل فيها ايه، وتبص على الناحيه الثانيه وتتاكد ان حصل بيوبيلا ريكونستريكشن على الناحيتين. يفضل ان المكان اللي انت بتشتغل فيه يكون اضاءه خافته، اضاءه ضعيفه. ليه؟ عشان ما تبقاش البيوبل كونستريكتد من الاكسس لايت. ما لو كونستريكتد مش هيبان كونستريكشن، يبقى منطقه يكون فيها ديم لايت علشان البيوبيلا ريكونستريكشن في اللايت ريفلكس يظهر بوضوح. تعالوا نشوف هنعمل الاختبار ازاي. انا طبعا ابقى عارف الاول يعني ايه لايت ريفلكس. هو طبعا الاداه المثاليه مش ده، مش الموبايل خالص، في حاجه اسمها طرش كشاف، هنشتغل بده مؤقتا النهارده مش مشكله. هو عامه يعني اي مصدر لسترونج لايت. طيب ولما اجي اعمل الاختبار، هو المفروض ان البيوبيلاري ريفلكس هو عباره عن ريفلكس بيوبيلاري كونستراكشن ان بوث ايز. وين ذا بيوبل اوف وان اي از اكسبوز تو لايت، يعني عين واحده تعرضت للضوء الاثنين يحصل فيهم بيبيلا كونستريكشن. الاثنين خلاص. الكونستريكشن في العين اللي تعرضت للضوء ده نقول عليه دايركت لايت، والعين الثانيه اللي ما تعرضتش للضوء نقول عليها كونسنشوال او اندايركت لايت ريفلكس. يبقى تعريف الريفلكس سهل، بيحصل بيبيلا كونستريكشن في العينتين لما البيول ده عين واحده تتعرض للضوء المباشر. يفضل لما يكون شغال يبقى في منطقه الاضاءه فيها ضعيفه شويه زي المكان اللي احنا كده، مش اضاءه ساطعه. ليه؟ لو اضاءه ساطعه هيبقى البيوبل كونستراكتد، فتيجي تعمل ريفلكس الكونستراكشن هيبان زي ايه اصلا كونستراكتد. لكن في الاضاءه الضعيفه دي شويه بيبقى البيوبل دايليتد الى حد ما، لما تعرضها للضوء هيبان ان فيها ايه؟ كونستراكشن. خلاص؟ ولما نيجي نعرض العين للضوء نعرض عين واحده، ما ينفعش اعمله كده. ما ينفعش اعمل كده. ليه؟ كده العينتين شافوا الضوء. لا لازم اعمل فاصل بين الاثنين، لازم اعمل فاصل. باجي كده انا بكون انا شايف العينتين اهم حاجه. انا كدكتور بفحص شايف الاثنين، زي في كورنر ريفلكس اكون شايف الاثنين برضه. بعمل فاصل بايدي او باي حاجه وانا شايف الاثنين دلوقتي. باجي بقى من بعيد كده، بص ركزوا معايا. باجي من بعيد بص لها بصفه وبركز الضوء على ايه؟ على الفيوز. طبعا يعني لو انت قريب زي كده هتلاقي دي حصل فيها كونستريكشن والثانيه برضه حصل فيها كونستريكشن. سهل يا جماعه. فاصل بين الاثنين. خلاص فاصل بين الاثنين وبعد كده ها بركز الضوء عليها. شوف دي فيها كونستريكشن ودي كمان اللي ما شافتش الضوء برضه فيها كونستريكشن. كده خلصنا اللايت ريفلكس. بشكركم والى لقاء جديد ان شاء الله.